السلام عليكم يا شباب، بكده عارفين انا مين، يعني مش محتاجه يعني اما اسمي مكتوب. النهارده هنتكلم عن موضوع يعني جميل جدا، الـ ADHD، اللي كل ام ماشيه في الشارع ابنها بيخرب، يلا ده ADHD سلمه لنا. تمام. دلوقتي احنا طبعا هنمشي بال بيولوجيكال سايكولوجيكال اند سوشيال موديل. فهنبتدي بيولوجيكال موديل اللي هو ايه، الجيناتيك اسبكت. الجيناتيك اسبكت في البيولوجيكال بيقول لك ان هو لقوا اخر حاجه خالص، ان هي احدث حاجه، ان هو الدوبامين ترانسبورتر سوليوت كارير فاميلي 6 مونومير 3، اللي هو اللي انا كتبت الاختصار بتاعه ده، بريفلي نون هو ذات وان جين، بيحصل له ايه بوليمورفيزم، ولقوه في كذا حد كذا بيشنت، وفعلا يعني ده خلاص، يعني ده فعلا خلاص قربوا يمسكوه بقى بجد. تمام. على فكره ال ADHD هو ثالث واحد من الديزيزز الديس اوردرز اللي ان شاء الله قريب هيبقى ديزيز. ماشي، اكيد عارفين الديس اوردر من الديزيز. تمام. الهيريتابيليتي يعني العيله اللي فيها ADHD بيبقى 70-90% ولادهم عندهم ADHD، وده طبعا نسبه مهوله. الريلاتيف بتاعت الاي دي اتش دي لقوا ان في هاي ريسكس للبايبولر والسكيز. الحقيقه بقى اللي احنا بنشوفه، اللي انا قريته في كذا كتاب، ان هو في كوموربيديتي اكتر ما بين البايبولر اكتر من السكيز. يعني في عائلات بتبقى عندها البايبولر والاي دي اتش دي، او الاثنين كوموربيد مع بعض. تمام. افكت 7% من الشيلدرن، مع اني شفت 1%، بس هي غالبا هي اكتر. 2.5 من الادلتس هاف ADHD، والميل تو فيميل 2-1. الاناتوم دلوقتي لقوا ان البري فرونتال كورتكس بيبقى فيها ديكريست اكتيفيتي، بيبقى ديلي فيها ديلي في الماتوريشن، وفيها بقى الاكزيكتيف فانكشنز انا هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر. فيها البروبلم سولفينج، اتنشن، الريزونينج، البلاننج، والليرنينج، واللي هي الوركينج ميموري، والانهيبيشن. الانهيبيشن يعني هو يمسك نفسه عن الافكار العبيطه اللي بتجري في دماغه. معلش انا قلت عبيطه، بس هي فعلا عبيطه، ان هو انسان طيب جدا. الريكتيكولار اكتيفيتنج سيستم برضو بيحصل مشكله فيه، المشكله في الفلتريشن والبروسيسنج انفورميشن، ان هو بيبقى واخد كل المعلومات على دماغه، مش عارف يفصلها عن بعض، كلهم داخلين مره واحده. والموتيفيشن هو بيبقى مكسلان، هو مش عايز يقوم يعمل التاسك اللي عليه. موتر اكتيفيتي طبعا بيقعد يور. طبعا السلف كنترول ان هو برده زي الانهيبيشن، ان هو مش عارف يمسك نفسه. والبينج اتنشن تو كوركت تاسك، يعني هو ممكن يعني ايه يبتدي حل الامتحان من تحت، حل الواجب من اخر صفحه، مش مفروض هو نبتدي بالترتيب، لا هو بيبتدي من اي حته تعجبه. الريورد والموتيفيشن نتورك لقوا ان هم عنده مشكله في الفنترولاترال اوربيتو فرونتال كورتكس اند سترايتم، بيبقى فده هو السبب ان هو عنده مشكله في الموتيفيشن، ان هو عشان كده هو بيبقى كسلان، فبيبقى عنده ديليت انسفيشنت موتيفيشن ان امبالسيف بيهافير، بيبقى دايما عايز المكافاه اللي هي تحت رجليه، ما بيبصش لقدام، وما بيحبش ان هو يستنى ابدا، هو عايزها دلوقتي وحالا. طب النيوروكيمستري احنا عندنا ثلاث حاجات بيبقى متأثرين، الدوبامين والنور ادرينالين والسيروتونين. الدوبامين والنور ادرينالين يعتبروا مرتبطين ببعض لانهم ماشيين بنفس البريكورسور بتاعهم اللي هو التيروزين، والسيروتونين بيبقى ماشي بالتريبتوفان. فالدوبامين والنور ادرينالين ده طبعا عشان كده احنا شغالين مع الكونسرتا والريتالين واللي هو الانفيتامين، بيشتغل مينلي على الدوبامين. النور ادرينالين والسيروتونين بيبقى اللي هو الاتوموكسيتين بيساعد فيه، فده بيربط لنا الفارما بالايتيولوجي. النيورو ترانسميترز احنا عندنا هنا حاجات جميله قوي، انا مسطره على حاجات المهمه. بيقولك الدوبامين بيبقى عنده هاير داسيتي في الريسبتورز اللي هو الدات 1 اللي احنا قلنا عليه،
و altered D2 D3 receptor availability response to methylphenidate. هم لقوا ان الريتالين كمان بيشتغل على D4 اكتر من التانيين اللي قدامانيين دول. النور ادرينالين بيبقى فيه ديكريس في الترانسبورت اللي هو النت availability في الفرونتو بارايتال ثالاميكس ريبيلر ريجن. بالنسبه للسيروتونين بيبقى لو سيروتونين ليفل، فلما احنا ندي الاتوموكسيتين السيروتونين يزيد فالدنيا تتحسن معاه. الجلوتاميت ده بتاع النشاط بيبقى موجود في الفرونتال والسترايتال برين، فعشان كده هو الحاج ده نشيط وايه وما ملهوش حل. الجابا بقى بيبقى ايه قليل جدا. هو انا ما شفتش ان في حاجه يعني ايه تزود لنا الجابا يعني تنفع معاه، ما سمعتش عن دواء بصراحه في الاي دي اتش دي في الحته دي. دلوقتي السايكولوجيكال بقى والسوشيال مودلز الفاكتورز اللي امبليكيتد ان اي دي اتش دي، هو هنا دي حاجات كتير. اول حاجه دايما يقول لك ايه السوشيال ميديا، وان هو لازم الموبايل في وشه ومش عارف ايه. ده يعني هو بيبقى ما بيحب الموبايل لان هو بيبقى كله الوان مختلفة بتشدك انتباهه، ودي بتعمله ريوردنج، فعشان كده هي بتعمل ستيميليشن للريورد سيستم بتاعه. تمام. السوق برضو هنا لو خدناه بشكل تاني، الميديا بتتكلم عن الولاد الاشقياء على انهم نوتي ووحشين، فهو ده بيأثر عليه ان هو شقي وبتاع، فمديله ايه نيجاتيف بقى ايه فيلينجز والكلام ده. الكالتشر الاهل طبعا يقول لك ايه لازم نضربه ونطحنه علشان الولد يتعدل، ده عشان قليل الادب. السكول دايما يشوفوه يقولوا ده خايب، ده انت الخايب بتاع الفصل، انت الحمار اللي فيهم، انت الفاشل. وطبعا الاهل يقولوا له انت فاشل واحنا ما شفناش فاشل زيك يعني. وطبعا قلنا الالكترونكس. البيرسوناليتي التمبرمنت هو هانتر وفارمر، دول انا للاسف ما لحقتش ادور عليهم. لكن هو البيرسوناليتي ده الاستاذ ده مستعد ان هو يبقى اي بيرسوناليتي ممكن متاحه. هو ممكن يبتدي ببوردر لاين تريتس، بعد كده يتحول لكوندكت، يتحول بعد كده لنارسيستك، يتحول يعني واحنا ماشيين كده، يا اما يبقى افويدنت. تمام. الايموشنال في تروما، في ديبريشن، في انكزايتي. طبعا احنا الولد ده من كتر الضغط اللي عليه فممكن يجي له ديبريشن وممكن يجي له انكزايتي زي اي بني ادم. احنا عندنا كل الديزيزز اللي في عندنا الديزوردرز عندنا ممكن يجي عليه ديبريشن او انكزايتي عادي، يعني ما نقولش ان هو ده ديزيز لوحده، لا دول ممكن يجوا كوموربيد عادي جدا. البيهيفيرال بقى طبعا lack of parental boundaries. دلوقتي طبعا الاهل اللطفاء طبعا اللي طاحنين الولد مدينه بوكسات وشلاليت، اللي مدينه بوكسات وشلاليت ده هل ده وبيعملوه يكلموه بقى ايموشنال ابيوس بقى وشاتمينه وضرب، يعني شاتمينه احلى شتايم، وكل شويه يقولوا له اه شايف اخوك عامل ازاي، شوف اختك ازاي، شوف قرايبك عاملين ازاي، هم احسن منك. في بريفالنس عالي للبي تي اس دي. الويمن طبعا بيحصل لهم فيكتمايزيشن باي شكل ممكن، كان ريب او ان هو ايموشنال ابيوس اكتر او ايا كان النوع الفيكتمايزيشن ده. وقلنا البي تي اس دي ده عادي جدا لان هما بيحصل لهم بلاوي زرقاء زي اللوحه بالظبط الزرقاء كده. طيب الثيوريز او يعني احلى يعني دي اللي فيها كلام كتير اللي هي راسل باركلي. الراجل ده قال لك ايه ان هو عنده سنترال ديفيسيت في البراي فرونتال كورتكس خلاص، وقال لك ان هو عنده فيلير ان هو ان هو ياخد بال ان هو الاراوز وفيلير تو ستوب الانجوينج ريسبونس، يعني هو حصل ستيمولس مش عارف يتحكم فيه لان هو حاطط داتا كتير، يجي بعد كده عايز يعمل عايز ريسبون هو بيجاوب على طول ريسبوند على طول هو مش عارف يحجم نفسه. تمام. فما بيعرفش ياخر الديسيجن عشان يفكر الاول قبل ما يدي الرياكشن الصح. فالفيلير تو كنترول انترفيرنس اللي هو طبعا انا قلت من الاول ان هي الانفورميشن داخل بالنسبه له هما داخلين في بعض. تمام. طيب الاكزيكوتيف فانكشن اللي هي الانيشيشن الانهيبيشن، احنا قلنا دول الاول، الانيشيت ان هو مش عارف يبتدي منين،
الانهيبيشن هو يوقف حاجه، يعني هو مش عارف، يعني انا دلوقتي انا ايه، انتوا دلوقتي كلكم مركزين مع صوتي، فانتوا موقفين كل الاصوات اللي ايه جايه من بره، تمام؟ ده نوع من الانهيبيشن. خلاص، بعد كده الشيفت. الشيفت يعني ايه؟ يعني انا مثلا، انا مثلا بتكلم مع معاك معاك يا ايمان، وكلمت معاكي في موضوع، بعد كده افتكرت حاجه فكلمت معاكي على موضوع تاني. هو بقى مش كده، هو يسمع، هو يسمع في الموضوع الاولاني تمام معاكي، انت المفروض نقلتي على الموضوع التاني. لا، هو مش، هو لسه في الموضوع الاولاني وبيجاوب على انك انت بتسالي على الموضوع الاولاني ده، ماشي؟ وفي البلاننج، ان هو ما بيعرفش طبعا ان هو يقول انا هعمل ده الساعه، يحط كده خريطه لليوم، انا الساعه كذا هعمل كذا، وراها بعد كده كذا كذا كذا، اللي هو البلاننج ده ما عندوش بلاننج خالص. فكل حاجه عنده صحيحه في بعض. الاورجنايزيشن بالتالي طبعا دي الخطوه اللي تاليها، انت ما فيش اورجنايزيشن، يعني هو مش عارف يرتب حاله. شنطته طبعا زي ما دكتوره هيلين تقول لك عامله زي الزباله، الموزه جوه والكراسه جوه، ما صايحه على ما اعرفش ايه، العصير مدلوق على ايه مشان ما قفلش الازازه، الكلام ده. وسيلف مونيتورنج اند ريجوليشن، دي حضرتك سيلف مونيتورنج والريجوليشن يعني ايه؟ هو دلوقتي مفروض الواحد وهو مثلا ما بيمسك نفسه، الغلطه اللي بيعملها لما تنبهيه يعرف ان هو ما يكررهاش تاني. هو طبعا ما عندوش الموضوع ده، ف تمام. فطبعا ده عشان كده هو كل شويه الاهل يقولك بيعيد نفس الغلطه، بيكرر نفس الغلطه رغم ان انا عاقبته وضربته وعملته، تمام. بعد كده المفروض ان هو بياخد باله، سيلف ريكوردينج، ان هو بياخد باله انا عملت دي فما كررهوش، يعني هو كانه بيسجل لنفسه، هو ما بيعملش ده خالص، تمام. والريجوليشن هو ان هو يمسك نفسه زي اللي هي هو، بصي انا يعني هو كلهم بيدوروا في حلم كلمه الانهيبيشن، يعني تحس كلهم بيجري مشكلته كلها في الانهيبيشن، هي الموس الحاجات دي بتبقى ايه، بتلف حواليها. والايموشنال كنترول، ليه بقى الايموشنال كنترول ده في فيلم؟ لان هو الولد ده بيدخل في خناقات على طول. ليه؟ لان هو ما فهمش او سمع الكلام غلط، ففهمه بتفهم غلط، فراح داخل متخانق. يعني ممكن الواحد ده كان بيكلمه بينادي عليه بيقول له تعالى، هو سمحك يا ولا، راح ايه قايم ضارب، ازاي تقولي يا ولا؟ طب يا ابني انت، نيجي بعد كده نفهمه، لا ده انت فهمت غلط، بعد كده تلاقيه بيندم لانه غلبان خالص. الوركينج ميموري معناها ايه بقى؟ احنا عارفين الايميديت، الايميديت عنده مش وحشه، الوركينج ميموري اللي هي اللي بتيجي بعديها، هو المعلومه اللي هي بتقعد معاه، مثلا ذاكر الدرس نيجي بعديها نقول له كمان 10 دقائق ربع ساعه انت خدت ايه يا حبيبي في الدرس النهارده؟ انا ما خدتش حاجه. الام طبعا يجي لها سقطه قلبيه. فهي دي الوركينج ميموري. لكن لما هو بقى نقعد نعيد له اكتر من مره، فبتدخل بقى في الايه، في اللي هي السيمانتيك ميموري، فخلاص بيبقى ايه، حفظها. عشان كده احنا بنش في الحته دي بنقول لهم ايه، يا ماما يا بابا يا اولاد يا حبايب قلبنا، ارجوكوا ارجوكوا عيدوا الدرس اكتر من مره عشان الولد يحفظ. فهو هما طبعا بيتكلموا في الثيوري دي على الدوبامين والادرينال سيستم اكتر حاجه، بس هي الفكره ان هي doesn't explain الكاركترستيك سيمبتومز بتاعت الاتنشن ديفيسيت والسستيند اتنشن ديفيسيت والفيجيلنس والسليب بروبلمز. يعني هي مش بتقول ليه هو على طول عايز يعني على طول اون ذا ادج كده، يعني عايز يقوم، يعني هو على طول بيفرك في مكانه، دي ما سبق ما فهم ما عملتش ده. السستيند اتنشن يعني مثلا لما يجي يعمل بازل مثلا او حاجه، ليه هو مش عارف يقعد يكملها، هو ما شرح ما اتشرحتش. السليب بروبلمز برده مش موجوده، ما شرحش الاتنشن قد كده، يعني هو كل مشكلته كان بيتكلم على الهايبر اكتيفيتي يعني امبالسيفيتي معظم، لكن الاتنشن ما شرحش ليه هو مش اتنت. في موديل تاني اسمه سيرجنت موديل، ده كان سنه 2000، الاولاني ده كان سنه 1997. قال ان هو جابوا انيمالز وراحوا على المالتيبل، عمل
كات كده في السيجمنتال ديفكت في الانتيريور برين فور برين في الانيمالز دي، قطعوا في الحته دي قطعوا فيها، راح الانيمال بقت هايبر اكتيف اكتيف وانتنتف. معرفش انتنتف ازاي بصراحه، انا مش عارفه يعني هو ازاي عملوها بصراحه، عشان ما قالوليش نوع الانيمال مين. هم لو كانوا قالوا لي مثلا قطه ولا كلب عشان كده مثلا هم ندبوه مثلا مع رد ما ببص لهمش مثلا، ف لكن لو فيران يعني فيران يعني مش هتفهم ده، بس مش حتتي. فللاسف كنت ممكن اشرح لكم اكتر في دي. ده بقى ميتن كلارك وبيلاتو ده سنه 2020. فبيقول لك المشكله عند الناس دي اللوكس سيريوليس اللي هو النور ادرينالين والريتيكولر اكتيفيتنج سيستم ده في هايبو اراوز، بيبقى هو هايبر اكتيف والسنسيشن بتاعه بيسيكينج، بيبقى هو عنده انستابل كورتيكال اراوزل، يعني هو شويه صاحي شويه نايم، شويه صاحي شويه نايم. وايه الثيوري دي اكسبلايند اتنشن ديفيسيت والسستنت اتنشن والفيجيلنس. و ايه شرحتش حاجه ثانيه. انا في حته نسيت اقول لكم عليها، معلش سوري. في حاجه اسمها سكافولدينج. السكافولدينج دي كانت مفروض في الحته الاولانيه بتاعت الحاج ده، انا نسيت معلش انا نسيت اكتبها. في اللي هو راسل باركلي سكافولدينج ده قال لك ايه، ان هو لو في انفايرومنت حلو حوالين الولد ده وهيحتوي، فهيبقى فيه اللي هو بيسميها فورجيفنج انفايرومنت، فهيعمل كومبنسيت للايفكتس اوف الايفكتيف فانكشن اللي هي الديسفانكشن اللي فيها، هو ايه هيداريها. معلش انا ما اعرفش ليه ما نسيت اكتبها دي. تمام. الكلينيكال بيكتشر طبعا الولد الجميل متشخبط على وشه، وطبعا بيقولوا له ايه باد كينج. بيقول لك كانت ليف ويز يو، وقالوا له كلام جميل جدا ورائع. طيب دلوقتي البارنتس كومبلينت زي ما قلنا ان الولد وهو صغير بتلاقيه ان هو اريتبل جدا مش بينام، ودي من اكتر الحاجات اللي بتتعب الام وهو صغير. بعد كده على طول بيتحرك كتير مش قادر يقعد على بعضه، ما بيعرفش يقعد ساكت، ما بيعرفش يلعب وهو ساكت. تمام. بيقول لك ان هو من كتر ما هو نشيط قوي 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 كده ان هو بيتعلم يجري قبل ما يمشي اصلا، فتلاقيه دايما ايه هو عايز يجري، يروح ناطط واقع مدبوب اي على وشه على طول عايز ينط وهو قاعد. بتلاقيه كلامسي، كلامسي يعني الحاجه بتقع من ايده من كتر ما هو سريع. دايما بيروحوا الاي ار علشان الاكسيدنت والانجريز، يخيط دماغه، اللي اتكسر دراعه، اللي اتكسر رجله. ساعات ممكن ياخد يشرب مثلا زيت فرامل، يشرب كلور، يشرب بقى اللي اي كان اللي بيحبه وعجبه. برضو ريبيتينج ذا سيم اولد ميستيكس، حتى لو هو احنا نبهنا عليه، وطبعا حتى لو احنا عاقبناه. امبالسيف جدا، بيجي يقول حاجات مؤلمه جدا للناس اللي حواليه، وبعد كده يجي يندم عليها، وبعد كده بيدخل طبعا في فايتس كتير جدا. وبات سكولر اتشيفمنت، ممكن يكون الولد ذكي لكن السكولر اتشيفمنت بتاعه مش مناسب، مش ماشي مع ذكائه. طيب الدي اس ام 5 كرايتيريا قالت لنا ايه؟ يا اما في كاتيجوري انتنشن، وفي كاتيجوري هايبر اكتيف مع امبالسيف، وفي يبقى الولد يجي لنا انتنتف، يا اما يجي لنا هايبر اكتيف وامبالسيف، يا اما يجي لنا الاثنين اللي هي كوموربيد. طبعا ده سرحان في ملكوت الله. طيب دلوقتي الحاج ده قاعد سرحان، فايه السيمبتومز اللي احنا محتاجينها علشان نشخص؟ احنا عايزين على الاقل 6. تمام. بيقول لك بقى في الدي اس ام 5 fails to give close attention to details يعني or make careless mistakes، يعني هو ممكن ياخد الصوره العامه لكن الحاجات بقى التفاصيل كده زي احنا كده لا ما يعرفش. يعني مثلا يقول لك الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن
غزوة، غزوة أي غزوة، مثلا غزوة بدر ماشي. طب ايه اللي حصل في غزوة بدر يا ابني؟ ما اعرفش، هما انتصرنا وخلاص تمام. طيب مثلا difficulty in sustaining attention، sustaining attention ان هو مثلا زي ما قلنا ان هو يستحمل يقعد يعمل بازل، دي من اكتر الحاجات اللي بيبقى محتاج ان sustain ايه، ان هو يمسك نفسه في الاتنشن. does not seem to listen when spoken to، دي انت بتقعد تنادي عليه اكتر من مره ما يردش عليك، فانت تفتكر ان هو بيطنشك، الحقيقه هو اصلا ما سمعكش اساسا. بس انا عايزه ازود حته في الحكايه في الحته دي شويه. هو انا حضرت محاضره عن السنسوري انتجريشن، فالولاد دول بيعملوا لهم سنسوري انتجريشن برضو الاي دي اتش دي، مش بس الاوتيزم. بيقول لك حته الاتنشن دي مش معناها ان هو سامعك، هو مشكلته ان هو مش عارف الدايركشن بتاع الصوت، هو مش مساله ان هو inattentive، هي طلعت تفسيرها ان هو مش عارف الصوت ده جاي منين، فعشان كده هو مش بيلف حتى يدور الصوت منين، هو مش عارف، فبياخد وقت. لازم تقولي له اكتر من مره. معالجه الصوت ده يترجم، يعني روح يعمل مش عارف ايه، هو سمع روح يعمل مش عارف ايه، بس مش بيترجم لي ان انا اقوم من مكاني بروسيسنج او معالجه المعلومه. هو بيبقى سمع بس معالجه المعلومه وتحويلها حاجه تتفهم هي دي اللي بتوقفها في المخ. تمام. ف does not follow instruction and fail to finish school work، يعني هو مش يعني احنا قلنا مثلا خطوات بترتيب معين هو مش عارف يعملها بالترتيب ده، ده غير كده ان هو بيعمل النص الواجب ويسيب بقيه الواجب، الامتحان نفس الوضع، يحل الصفحه القدامانيه وما يشوفش الصفحه اللي ورا اصلا، يحل الاسئله اللي فوق وما يشوفش الاسئله اللي تحت، فعشان كده هو يعني عشان كده هو مش بيفينش اصلا اي حاجه. عنده difficulty organizing tasks and activities، يعني زي ما قلنا برضو في الاول نفس الكلام، ان هو مش عارف يعمل ترتيب ولا مش عارف organization ولا بيعرف يعمل planning. reluctant to engage in tasks that require sustained attention، دي اللي هي بتاعت ايه الموتيفيشن، هو عنده ايه مشكله في الموتيفيشن. lose things ايه بقى؟ طبعا حاجته كلها ضايعه الحمد لله، النهارده المقلمه، النهارده بكره الزمزميه، بعده الجاكيت، وان الحمد يا رب نلاقيهم بعد كده. وايزلي ديستراكتد طبعا، ان هو على طول يسمع مثلا صوت العصفوره يروح طبعا سايب الدرس وعايز ينط من الشباك عشان يجيب العصفوره من فوق الشجر. وفورجت طبعا، احنا قلنا الوركينج ميموري فيها مشكله. ال هايبر اكتيفيتي اند امبالسيفيتي، عايزين برضو سته برضو. على فكره في الادلت بيبقى الاقل، يعني لو احنا الادلت اي دي اتش دي بناخد 5 من كل واحده مش بناخد 6 تمام. بيقول لك ان هو قاعد مش مستحمل نفسه على الكرسي، بيسيب الكرسي اي وقت، يعني فجاه كده يقرر ان هو عايز يروح التواليت، ما يجيش يستاذن الميس يقول لها انا عايز اروح التواليت مثلا، لا هو يقوم فجأة شاف واحد صاحبه معدي في الطرقه يروح سايب الحصه وطالع. طبعا المدرسين الله يهديهم يقول لك لا ده قليل الادب، ازاي ما استاذنيش، طبعا الايجو بقى والحاجات دي، فما احترمنيش، فطبعا ايه اتطرد بره الفصل. دلوقتي runs about or climbs in situation where it is inappropriate، يعني ايه؟ هو دلوقتي مفروض انا يعني هو شاف حاجه فوق عايز يجيبها يروح قايم طالع. طب يا ابني اللي انت بتطلعه ده خطر عليك يا بابا، ما هو ما بيشوفش الريسك خالص، هو يروح طالع ومش مهم ده. وطبعا قلنا unable to play quietly وهي از اوفن اون ذا جو، هو تلاقيه مستعجل، احنا ما بنعرفش هو مستعجل على ايه، هو مستعجل وخلاص. talks excessively، دي مهمه قوي، لان احنا الفكره ان احنا بنخاف ان هو يكون داخل في مانك، مثلا هو يكون باي بولر وداخل في مانك اتاك، فدي بقى المشكله ان احنا نقعد نفرق ما بين ده وده. وبلرتس اوت ان انسر بيفور كويستشن هاز بين كومبليت، يعني ايه؟ يعني تبقى الميس بتسال السؤال مثلا، هو يسمع يحل من غير ما يسمع بقيه السؤال. طب يا ابني يا حبيبي اصبر، وهو يقول لا انا عارف انا عارف ويرفع ايده. طب انت عارف ايه؟ هل ايه؟
طب قولي انت سألت في ايه؟ لا هو مش هنا خالص، هو هو المهم ان هو يرد، هو بيقول له رد اول واحد، مش هو هو مستعجل وكمان عايز يرد. فاحنا علشان كده لما احنا بنعلمه يقول واحد اتنين تلاتة يا رب كده، خمسة يا رب قبل ما يجاوب. difficulty waiting for his own turn. طيب اللي هو يستنى دوره دي مستحيل. طيب لما احنا مثلا نتكلم مثلا مع بعض، مثلا يجي الاستاذ ده مقاطعنا، تيجي مثلا ماما بتتكلم في التليفون، لا ماما عايزه اتكلم، عايزه اتكلم معاكي، عايزه اتكلم انت بتكلميه، ماما ما اعرفش ايه، ماما بصي قولي له جيب لي حاجه حلوه، طب ما اعرفش ايه، طب انا بقول معلومات اهم باللي انت بتقوله يا حبيبي. لا لا هو المهم ان هو يقول معلومته لانها اهم من الكون كله، تمام. فده بيعمل مشاكل، وتيجي مثلا في الفصل يجي هو يقعد يتكلم مع زمايله، فده من ضمن حته ان هو توكس اكسسيفلي، طبعا بيوقفوه طبعا يذنبوه. يجي مثلا من ضمن بتبقى المدرسه بتشرح هو يقاطعها، طبعا يعني دي حاجه مؤلمه جدا لاي بني ادم ان انت تقطع افكاره، يعني تقطع شريط افكار. طيب البروجنوز، البروجنوز هل الاي دي اتش دي بيفضل على طول؟ لا مش شرط، هو في الهايبر اكتيفيتي بتقل مع السن، لكن ده مش معناه ان هم ما بي بي يعني ان هم في ناس بيروح منها خالص، بس برضو الانتنشن والامبالسيفيتي والديس اورجانيزيشن والريليشن شيب ديفيكولتيز بتكمل، يعني دي اصعب واحده فيهم انها تروح. 50% continue to adulthood، بس لكن اللي بيخلينا نعالجهم لما هو المرض يعني بيكمل، يعني بنعالجهم ليه وجع دماغ؟ لا لقوا ان حياتهم بتتحسن بالعلاج، لان بتبقى السيمتومز بتقل، الاهل بيرتاحوا بيعاملوا الولد ده كويس، الولد ده يبقى عنده ثقة في نفسه ويقدر يعيش حياة كريمة. طيب هو انا قبل ما اقول الثانك يو، يعني انا عايزين نعرف حاجه مهمه قوي في الاطفال، ان بالنسبه للاطفال الكوموربيديتيز هي الديفرنشال دايجنوس، ودي ماساه. يعني احنا بنقعد عشان نطلع الولد ده ان تلاقي المرض لوحده كده صعب جدا. الحاجات بتاعه النيورو ديفلوبمنتال اللي هي التورات اللي هي التكس والابراكسيا اللي هي الديفلوبمنتال كوردينيشن ديس اوردر، السبيتش ديس اوردرز، الليرنينج ديس ابيليتيز، الانتلكتوال ديس ابيليتيز والاوتيزم، السته دول بيبقوا كوموربيد. يعني الاوتيستيك ده ممكن معاه يبقى اي دي اتش دي عادي. هو دي اس ام 5 الحمد لله ان هو قال لك ممكن ان احنا نعمل تو ديزيزز مع بعض. التكس دي بتيجي مع الاي دي اتش دي فيري كوم. الليرنينج ديسابيليتيز يبقى لازم احنا لما نيجي نقول له اه وحش في المدرسه، مش نقول ان هو عنده اي كيو وحش، لان كل الناس تيجي الام المدرسه قالت لنا اعملوا له اي كيو. لا هو مش مساله اي كيو، احنا مساله ان احنا بنشوف هو فعلا الولد بيعرف يقرا ويكتب ولا لا، ايه الحاجات اللي بيقع فيها في الكتابه، هو بيسمع كويس ولا لا، يعني ممكن يكون اصلا مش سامع، او المخ بيترجم اللي هو بيسمعه غلط، فده الليرنينج ديسابيليتي. لو هو عنده كلامزي كده، وان هو ما بيعرفش يزرر هدومه، ما بيعرفش يقفل السوسته، ما بيعرف مشكله عنده عضلات ايده، زي ما يقولك عضلات ايده ضعيفه، هي مش عضلات ايده ضعيفه، هو عنده مشكله في الكوردينيشن، فعشان كده مش عارف يكتب، تمام. طبعا السبيتش ديس اوردرز موجوده، ممكن تكون حاجه اللي هي الستاترينج، عنده مشاكل بيلخبط في حروف، مكان حروف، حروف بتقع، يعني على الحروف اللي هي المخارج مخرج بتاعها قريب منها فهو يختار المخرج الاسهل، فده مشكله. وطبعا لازم ندور في العيله هل في حالات تانية لا ولا لا، ليه؟ علشان لو هي تتعالج هي اخرى، عشان نقلل البردن على العيله. طبعا ما ننساش برضو حاجه مهمه اللي هي بتتنسى دايما، ان الولد ده عنده انيميا ولا لا، لان الانيميا بتعمل اعراض شبه ان هو inattention. عندك مثلا اللي هو الاستاذ اللي هو عنده hyperthyroidism، هنخليه يقعد يجري عارفه زي ايه ما القطه كده بتجري ورا ديلها، هو بيقعد يجري، هو بيعمل كده. طيب
ايه كمان عندنا برضو، لو هو عنده ابسنس اللي هو البيتي مال ابيليبسي، هو هيبقى فاكر ان هو، انتوا فاكرين ان هو مش منتبه لكن هو في نوبه ابيليبسي وهو مش باين، فطبعا لازم اي اي جي. فاحنا ما نبقاش واخدين كده الامور على عواهنها واللي موجود حلو يلا بينا نشتغل بيه، لا احنا لازم ندعبس وراه زي المفتش كرومبو. وما يعني ما ناخدش اي فسفوسه كلام كده تعدي وخلاص، لازم نجري ورا كل كلمه، كل كلمه مفيده لمستقبل هذا الطفل الغلبان. يعني كده ايه، ثانك يو.